جنوب لبنان إلى اليمن، هناك قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ خلال تحليقها في أجواء محافظة مأرب لتنفيذ هجوم في اليمن وفق تعبيره. وأشار سريع إلى أن هذه الطائرة الأمريكية الرابعة التي تسقطها جماعة الحوثي خلال ما وصفها بمعركة إسناد غزة، وأن الجماعة ستبث مشاهد توثق لحظة إسقاط الطائرة. تنظم في العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة تضامنية مع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي على القطاع. ومعنا من صنعاء مراسل العربي خليل القاهري. خليل، أطلعنا على حجم هذه التظاهرة وأبرز الشعارات التي ترفع فيها بالتزامن مع التطورات العسكرية الأخرى. نعم أمل، يعني كما تلاحظون خلفي في الصورة يتواصل التضامن الشعبي اليمني من هنا من ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن معه أيضا هناك ساحات مماثلة في محافظات أخرى تخرج المسيرات المؤيدة لقطاع غزة وللصمود الفلسطيني والمستنكرة لجرائم الاحتلال هنا في ميدان السبعين. الآن نحن يعني بعد قليل من المقرر أن تبدأ الفعاليات الرسمية لهذا الاحتشاد الذي يحمل هذه المرة شعار مع غزة جهاد مقدس ولا خطوط حمراء، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية التي تأتي نصرة للفلسطينيين وقد تتواصل ضمن المرحلة الرابعة التي تم الإعلان عنها وربما مراحل لاحقة، وأنها قد تستهدف مزيدا من السفن وتشمل مزيدا من الهجمات ضد السفن في المياه الإقليمية اليمنية وفي غيرها من المياه الدولية التي سبق الإعلان عنها بأنها امتدت إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، تضامنا مع غزة واستنكارا وإدانة لجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وكما يدين المحتشدون هنا في شعاراتهم تصعيد الاحتلال جرائمه باتجاه رفح وبقية المدن والبلدات الفلسطينية، ويؤكدون استمرارهم في الخروج إلى الساحات والميادين العامة كأقل واجب كما يقولون، تعبيرا عن الغضب الشعبي وكجزء أيضا من الموقف الشعبي والديني الذي يعني يتطلبه الوقوف مع غزة ومع القضية الفلسطينية وعدالة هذه القضية. ويقولون أيضا أنه لا مجال لتوقف هذه المسيرات وهذه الحشود إلا بتوقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة، كما أن المحتشدين هنا في ميدان السبعين وفي بقية الميادين والساحات العامة في المحافظات الأخرى يؤكدون تأييدهم لاستمرار الهجمات ضد السفن واستمرار التصعيد الذي يتم الإعلان عنه من هنا من صنعاء ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، ردا على جرائم الاحتلال في غزة وردا أيضا على العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن. يقولون أيضا كما هو في بيان هذه المسيرات والحشود بأنه لا يمكن للجانبين الأمريكي والبريطاني حماية دولة الاحتلال بشنها مزيد من الهجمات على اليمن، بل على العكس من ذلك بأنهم يتعهدون بالمضي قدما بالتصعيد ويباركون أيضا العمليات العسكرية التي تنفذ ضد الاحتلال وضد الأمريكيين والبريطانيين في المياه الإقليمية اليمنية. وأيضا بالمقابل يدين المحتشدون هنا في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التصعيد والقمع الذي يمارس ضد الطلبة وضد الحركات الطلابية والمظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية والبريطانية والتي تخرج تباعا مؤيدة لغزة ومستنكرة لجرائم الاحتلال في القطاع وفي بقية المدن والبلدات الفلسطينية. آمل، شكرا من صنعاء خليل القاهري.